يا هلا فيكم مشاهدينا، وصلنا معكم إلى لقائنا الأخير واللي بنتكلم فيه عن الحركة الكشفية التي تعد حركة تربوية تطوعية غير سياسية ومفتوحة للجميع دون تفرقة في لا للأصل أو الجنس أو للعقيدة، وذلك وفقا للهدف والمبادئ والطريقة الكشفية. يا أسماء، بالتأكيد إحنا اليوم يمكن في موضوع حلقتنا تطرقنا لكثير من النقاط اللي هي طبعا نبذ العنف وغيرها من هذه الأمور. ترى بعض الأنشطة المهمة جدا عندنا داخل المجتمع واللي تعود عليها مثل الحركة الكشفية، ترى هذه يعني ممكن تحد كثير من الظواهر كونها تستثمر طاقات شبابية بأعمار صغيرة. اليوم راح نتكلم أكثر عن الحركة الكشفية بالكويت وإقامة المخيم الكشفي 77 لهذا العام. يسعدنا أن يكون ويانا الأستاذ أحمد راشد الدمخي، الموجه الأول لنادي الكشاف البحري بوزارة التربية، وأيضا الدكتور محمد جاسم الفودري، موجه أول تربية كشفية بديوان عام وزارة التربية. صباح الخير، يعطيكم العافية، حياكم الله معنا. الله يحييك. حياكم الله. في البداية نبدي معك دكتور محمد، وعن البداية نبي لو تعطينا نبذة تعريفية عن الحركة الكشفية في الكويت والعالم وأيضا الوطن العربي. نشكركم على الاستضافة. بالنسبة حق الحركة الكشفية عالميا هي صارت في بريطانيا. نعم. يعني بدأت من 1907، يعني أكثر من 100 سنة طاف لها. ما شاء الله. في الوطن العربي 1912 دشت في لبنان، بعدين دشت في فلسطين وسوريا والعراق وكذي. في الكويت دشت عندنا في 1936، وكانت أول فرقة كشفية في مدرسة المباركية. نعم. عبارة عن 12 شخص، وفيها لو تلاحظون لو تدشون جوجل تكتبونها راح تشوفون الصورة، راح تشوفون فيها شيوخنا على الصباح موجودين فيها، الشيخ جابر، شيخ صباح رحمة الله، شيخ سعد الله يرحمهم، شيخ سالم العلي. تشوفون الصورة، هذه كانت أول فرقة كشفية في الكويت موجودة في مدرسة المباركية في 1936. نعم. جمعية الكشاف الكويتية تم الاعتراف فيها رسميا في 1955، هذه في الكويت. نعم. فهذا كان التسلسل منها عالميا وطن العربي إلى الكويت. الحركة الكشفية ما شاء الله يعني في العالم الكويت تاريخ، يعني كثير طبعا من الإنجازات والأنشطة على مدار السنين. وإحنا قاعد نتكلم يعني المخيم الكشفي 77، يعني ما شاء الله عمر مع هذه الحركة الكشفية. اليوم أيضا أستاذ أحمد ودنا نتكلم عن استعدادات وزارة التربية، ما أن يعني مقبلين إن شاء الله الحين على بعض الأنشطة منها أيضا الحركة الكشفية داخل دولة الكويت، فودنا نتكلم عن استعداداتكم مع وزارة التربية وإن شاء الله متى راح تنطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بالنسبة للاستعدادات تنقسم إلى شقين، وهذا سبب تواجدنا أنا ويا الدكتور محمد. الشق الأول اللي هو الشق اللوجستي والمكان وتجهيزات الخدمات العامة للطلبة في حال استقبالنا لهم، والشق الثاني اللي هو راح يتكلم عنه بعدين الدكتور محمد اللي هو البرامج والأنشطة. بالنسبة للشق اللوجستي طبعا تم تجهيز المكان بصورة كاملة. السنة هذه راح نستضيف إن شاء الله أخواننا أبنائنا الطلبة في مخيم الفنطاس البحري. راح نستقبل جميع المناطق التعليمية في الكويت من منطقة الأحمدية والفروانية والعاصمة وحوالي، وأيضا هذا كان يعني لقطات قديمة، هذه الأغراض إن شاء الله تكون عندنا إحنا لقطات جديدة يعني إن شاء الله قريب. طبعا بالإضافة إلى أيضا السنة عندنا إن شاء الله استقبال أبنائنا من اللي هي المدارس التربية الخاصة. نعم. إيه اللي هم الاحتياجات الخاصة. نعم. تم طبعا تجهيز المكان وتذليل جميع الأمور اللي موجودة. تم تقسيم المكان بناء على مخطط مرسوم اللي هو تقسيم أماكن للورش بالإضافة إلى أماكن ترفيهية وملاعب، أيضا مكان اللي هو تخييم للمناطق التعليمية ومشاركة الطلبة راح يكون فيه. نعم. دكتور محمد، خلينا نتكلم عن المخيم هالسنة. أكيد كل سنة له شعار معين، وبالنسبة إلى أيضا لو تورينا هذا الشعار، كلمنا عن ما هو شعار هذا السنة للمخيم، ويعني خلينا نتكلم أكثر عن هالسنة. المخيم عمره 77 سنة. صح. تمام. احنا كل مخيم نعطيه شعار ونحاول ان يعني نظهر هذا الشعار من خلال البرامج. هالسنه اسم الكشفيه نجمها عالي. ليش اخترنا هالاسم؟ احنا طلبتنا وشغلنا نحاول نعطيهم اقوى طموح لهم في دراستهم، في حياتهم الاسريه، حتى المدرسين اللي قاعد يكمل علاقاتهم الماجستير والدكتوراه وكذا. انا الدكتوراه مالتي في الكشافه. اي ما شاء الله، يعني نفس التخصص نفس المجال. نفس التخصص، هي هوايتي هي حتى في مجال عملي. نعم. فتلاحظون حتى الطياره فيها هنا مبين انه على الهواء موجود الشعار حاطينه. نعم. احنا تلاحظون فيها انه
جوية، عن شغلات جوية. صح، أنا يبالي هالشيء. إيه؟ فنجمها عالي عن النجوم والطيران وأغراض الطيران والأجزاء اللي فيها، فنحاول من خلال الورش والأشياء هذه نغذي الموضوع المنهج الجوي. نعم، احنا عندنا اكثر من منهج في هذا المخيم. نعم، هذا اللي استهدفونه بالنسبه لهذه السنه. طيب استاذ احمد، قال بالنسبه للفعاليات والامور هذه اللي ان شاء الله راح تنظمونها، نبي تفاصيل اكثر دكتور، يعني ان شاء الله تنطلقون في فبراير، نبي نعرف شنو الفعاليات اللي مجهزينها. احنا الامانه عندنا ورش عمل، عندنا اكثر من لوكيشن. اللوكيشن الاول اللي هو المخيم الكشفي في النادي البحري في الفنطاس، راح يكون هنا الورش العمليه. وعندنا لوكيشن ثاني في المعهد الديني في قرطبة، الأشياء والألعاب الرياضية واللي تعتمد فيها الألعاب الجماعية. حسنا مشاركين معانا قسم البولينج، زين راح يساعدونا الجانب الترفيهي والأشياء هذه. عندنا القسم الرابع اللي هو الزيارات الخارجية، راح نزور الأماكن المختصة في الطيران، الطيران المدني يساعدنا، خطوط الجوية الكويتية، راسلنا وزارة الدفاع، وزارة الداخلية. أي شيء في الجانب الجوي يحاولون أنهم يساعدونا. ممكن نزورون الطلبة، النادي العلمي، ممكن نزورهم إدارة الطيران، يورون الأشياء المختصة في هذا الجانب. الورش الموجودة في ورش رياضية، في ورش كشفية بحتة في الجانب الطيران، مثل الأورجامي شلون يركبون يشكلون الورق على الطيارة، في الطيارات الورقية يجربونها، في ورشه اسمها احنا نسميها الصندوق الاسود. شنو الصندوق هي؟ الاسود اللي موجود بالطياره، اللي كل المعلومات الموجوده. صح، في الطياره راح يكون من خلال هذا الصندوق الاسود يعني. نعم، عساكم على القوه. وجميل، في عدد كبير من الورشات والفعاليات اللي راح تقومون فيها في هذه السنه. خلينا نتكلم استاذ احمد اكثر عن المشاركه، هل راح تكون من جميع مناطق التعليميه اشبال فتيات المتقدم، ونبي نعرف الايام. طبعا بالنسبه للمشاركه راح تكون من جميع مناطق التعليميه في دوله الكويت. العدد المتوقع راح يتعدى 1500 طالب. طبعا تم تقسيم الايام عندنا، احنا مثل ما قالت الاستاذه، البدايه السنه راح تكون في تاريخ 5 فبراير لغايه يوم 10 فبراير. طبعا كان من المفترض اقامه المخيم في العطله الربيعيه اللي هو تاريخ 6 يناير نعم. الى 11 يناير، بس ظروف وفاه الامير الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله تم تاجيل المخيم مده شهر، وراح يبتدي ان شاء الله في 5 فبراير. تم تجهيز المكان لاستقبال جميع المراحل، طبعا عندنا مرحله الابتدائي ومرحله المتوسط ومرحله الثانوي. راح يكون يومين للابتدائي اللي هم يوم الاثنين والثلاثاء، ويوم الاربعاء والخميس للمتوسط، ويوم الجمعه والسبت للمرحله الثانويه. المشاركه قلت لك بالاعداد كلها. طبعا احنا المخيم اساسا مثل ما قال الدكتور محمد، عندنا وايد مجالات في اللي هي الانشطه في التربيه الكشفيه، اللي هي الانشطه البريه والانشطه البحريه والانشطه الجويه. السنه صار التركيز على الانشطه الجويه بنسبه 70% اللي راح تكون بالورش عندنا داخل المخيم، بالاضافه الى الانشطه الثانيه اللي هي البحريه، موقع المخيم يعني على البحر، ففي ورش بحريه وورش كشفيه، بس الاغلب كلها انشطه بحريه ان شاء الله. نعم، هو السؤال المهم اليوم ما شاء الله من خلال هذه الانشطه، كثير من الانشطه والفعاليات قاعدين تقيمونها بالتعاون مع وزاره التربيه، الطلاب نفسهم بحد ذاتهم شنو الاستفاده الكبيره من خلال المشاركه معاكم في مثل هذه الانشطه والفعاليات؟ طبعا مثل ما تعرفين بالنهايه هذا نشاط، النشاط يهدف الى صقل وتنميه مهارات الطلبه، اكتشاف شنو يمتازون في الطلبه، تغذية وقت فراغهم بشغلات مفيدة حق الطلبة. هو كان يفترض أنه أثناء العطلة، فتدرين العطلة يعني وقت فراغ، فهم كانوا يستفيدون أنه يدشون في هذه الورش والمشاركة كاستثمار هذا الوقت يعني. أي نعم، بالإضافة قاعد أقول لك أنه هم راح يستثمرون هوايتهم في شيء هم يحبونه. قبل يعني كنا نعرف في ناس يسمونهم الكشافين، كانوا يروحون المدرسة هم اللي يقعدون أثناء مثلا حصص التربية البدنية أو حصص، هم اللي كانوا يشوفون الطلبة ويعرف هذا الطالب بنية جسمه أقدر أستفيد منه باللعبة الفلانية. هذه تقريبا شبه وقفت حاليا، ولكن مستمرة عندنا بالحركة الكشفية. ليش ما ترجع؟ حاليا مستمرة عندنا بالحركة الكشفية، لأن الحركة الكشفية شاملة جميع المجالات. نعم، لو تلاحظين أن ترى في وايد ناس يعني على مستوى الدولة، من مقرئين، من أئمة، من يعني مغنيين، من قياديين، دكاترة، وايد ترى طلعوا من تحت الحركة الكشفية، ممثلين، لأن
يشوف نفسه هني عندنا احنا مجالات مفتوحه فيدخل باي نشاط هو يحبه، وبعدين من يشوفون المسؤولين في المجال نفسه انه هو يعني عنده مبدع بهالمجال او صح، فيتم على قولتهم صقل هذا الموضوع الى انه يتوجه. الفكره من التشعب في اللي هي المجالات اللي هو جوي وبري وبحري هذه تفيده مستقبلا طبعًا. يعني اذا الطالب جاي وهو حاب الشيء هذه تفيد الدوله اني انا قاعد اهيئ لك الشخص وقاعد اخليه ينخرط في هذا المجال وياخذ معلومات من البدايه توجهه اوجهه عشان لما يوصل لمرحله التخرج الا يكون حاط هدف قدامه، سواء اذا حب المجال الجوي راح ينخرط في المجال الجوي صحيح. وطبعا المجال الجوي احنا عندنا حاليا متنوع السنه هذه، راح نعطيهم عن الامن والسلامه، عن انواع الطائرات، انواع المطارات، اسماء الناس العاملين مثلا في الطائره، الامور اللي تختص في الوذار، الامور كلها اللي تختص في المجال الجوي راح ياخذونها ان شاء الله السنه هذه ان شاء الله. دكتور محمد خلينا نتعرف اكثر عن الجدول اللي راح يكون موجود في خلال هذا المخيم، يعني من ما يقومون من النوم لين بالليل شنو ممكن يسوون، او نتعرف اكثر عن الحركه الكشفيه من خلال الجدول العام. احنا في المخيم الولد راح يمر على محطتين اساسيين، يعني هو راح يبلش مثلا بالفنطاس، خلينا نقول مثلا اربع مناطق تعليميه راح تبلش بالفنطاس اللي هي الورش الكشفيه والبحريه والبريه يشتغل فيها، وفي اربع مناطق او خمس مناطق موجودين في المعهد الديني الجانب الرياضي. نعم. تقريبا للساعه 12 بعدين نسوي سويتش، اللي كانوا هني ينتقلون هني يروحون صوب الورش، واللي كانوا في الورش يروحون الجزء الرياضي. نعم. غير المناطق اللي راح يتم اختيارها حق الزيارات الخارجيه، لان الزيارات الخارجيه ما يبون عدد كبير، يبون مثلا 20 طالب 25 طالب يروحون مع مدرسين وهناك. طبعا موجوده الوجبات، يعني الريوق عندهم، الغداء، السناك موجوده معهم، غير تجهيزات المناطق التعليميه حق ابنائهم. يعني غير الورش موجوده مثلا اذا في اعداد مثلا زايده وكذي اولاد يبي يقعدون يريحون في المخيم، ايضا المناطق مجهزه لهم برنامج داخل خيامهم، حتى يدشون المخيم مقسم المخيم. هني منطقة الحميدة التعليمية، هني منطقة العاصمة، هني منطقة الفروانية، ين بعض كذي في خيامهم قياداتهم وتوجيههم، يجهزون حق عيالهم الاستمارات والشغل والألعاب، الأشياء هذه يقضون وقت فراغهم. نعم الله يعطيكم العافية، يعني مثل هالفعاليات هذه واستثمار وقت الطلبة والفعاليات المهمة جدا وتوجيه الطالب من المرحلة الدراسية، يعني هذه الأمور اللي دائما نتكلم عنها احنا ونتمنى دائما يعني اكتساب الوقت هذا واستثماره بالنسبة للطلبة. قبل لا نختم معاكم يعني أستاذ أحمد دكتور أيضا محمد نبي كلمة أخيرة. طبعا في البداية نشكركم على الاستضافة الجميلة الصراحة اللي أتحتوا لنا الفرصة أن احنا على قولتهم نبين شنو دور الحركة الكشفية مع وزارة التربية وفائدتها حق أبنائنا الطلبة. أيضا الشكر موصول لجميع الجهات الحكومية اللي صراحة أنا عن نفسي أتكلم لأني أنا كنت مسؤول المكان للتجهيزات، سواء اللي قلت لكم التجهيزات اللوجستية كاملة كخدمات عامة للمكان، دخول وخروج الطلبة، الأعداد، الباركينج، الورش، الأماكن اللي راح يقعدون فيها، الأماكن اللي راح يستخدمونها من دورات مياه وغيره وغيره. فكل الشكر حق جميع الجهات اللي شاركت ويانا، سواء وزارة البلدية، وزارة الداخلية، أيضا الشكر موصول لوزارة التربية ابتداء من السيد وزير التربية الدكتور عادل العدواني والأستاذة مريم العنزي الوكيل المساعد لقطاع الأنشطة بالإنابة. طبعا هي مسهلت لنا الأمور، يعني جزاهم الله خير ومو مقصرين ويانا. أيضا قطاع الأنشطة في الوزارة قيادة المهندس محمد الخالدي صراحة ما قصروا يعني، والجهات الخاصة عندنا وايد فرق خاصة مشاركة ويانا كفرق تطوعية، اللي هم عندنا فرق تراثية، فرق تطوعية بيئية، هذه كلها راح تصير ورش إن شاء الله من ضمن الله يعطيكم العافية. وبالنسبة لك أكيد دكتور محمد كلمة أخيرة قبل لا نختم، يعني أول شيء نشكركم على الاستضافة حياكم الله، وأشكر صراحة التواجيه الكشفية. نعم يعني قاعد يجهزون المكان حق أبنائهم، قاعد يوفرون لهم كل الاحتياجات صراحة، ونشكر صراحة الموجه العام التربية الكشفية صاد ناصر أبول وهو الموجه العام لقيادته لهذا المخيم. هذه أول سنة له، إن شاء الله يكون موفق في هذا المخيم، وموفقين الطلبة، إحنا نترقبهم في المخيم إن شاء الله يكون على حسن الظن إن شاء الله. أكيد كل التوفيق لكم وعساكم على القوة. الله يكرمك.
أكيد كل الشكر والتقدير لضيوفنا الأستاذ أحمد راشد الدمخي الموجه الأول لنادي الكشافة البحري بوزارة التربية، وأيضا الدكتور محمد جاسم الفودري موجه أول تربية كشفية بديوان عام وزارة التربية. وبناخذ أسماء هذا الفاصل ونرجع لهم أكيد.